وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة زينب سلمان العوينات، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. كيف هي استعدادات وزارة التنمية الاجتماعية لاستقبال الطلبة من فئة ذوي الإعاقة بالدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية، وهل هناك أي مستجدات هذا العام؟ نمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير، ونشكر لكم اهتمامكم بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا واستضافتكم لنا. بداية نهنئ كافة الأبناء الطلبة وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله عام موفق للجميع. طبعا في ظل توجيهات سعادة وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة من أحمد خلف العصفور، فقد اتخذت الإدارة المعنية وهي إدارة التأهيل الاجتماعي كافة الإجراءات الإدارية اللازمة عبر تهيئة الطاقم الإداري والتعليمي لاستقبال أبنائنا الطلبة من ذوي العزيمة خلال هذا العام من خلال 6 دور ومراكز تأهيلية ستباشر العام الدراسي بدءا من الأسبوع المقبل. ومن أبرز الاستعدادات تم تأمين الاحتياجات اللوجستية والبشرية لضمان سير العملية التعليمية والتأهيلية طوال العام الدراسي. كذلك تم تجهيز البرامج التأهيلية الأكاديمية والمهنية لإجراء التقييمات اللازمة للطلبة، وكذلك تم توفير حقائب المدرسية والتأكد من خدمات النقل وتأمين مرافقين للطلبة في جميع الحافلات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع طلبة ذوي العزيمة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تأهيلية تربوية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم. أما بشأن مستجدات هذا العام، فقد قامت الوزارة بإبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل برئاسة الشيخ رانيا بنت علي آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، حيث سيتم تدشين عدة برامج مهنية وحرفية للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية لمساهمة في التمكين الوظيفي والاجتماعي للقادرين على الالتحاق بسوق العمل. نعم زينب سلمان العوينات، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.